يلبث أن مات، فدفنوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض، قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه. ثم دفنوه وأعمقوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض أخرى، قالوا هذا من فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا أكثر ما استطاعوا في الأرض ودفنوا. فلما أصبحوا وإذا قد لفظته الأرض فوقها، قالوا والله ما هذا من فعل بشر، فتركوه تمر به الكلاب وتفتح رجليها على وجهه وتبول على وجهه. نعم، هذا جزاء من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركبت إليك أجنحة الخيال وطوعت القصيدة للنزال، سأدفع عن حبيبي اليوم بغيا وأفديه بروحي بل بحالي. فلا يهجو رسول الله إلا منكسة الطبائع والخصال، فداه الروح والأحباب جمعا ونحري درعه صوب النبال. سأقطع كل من عادى رسولي وأبتر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآلي. فداه العرض ما لبت جموع ندى الرحمن تجأر بابتهالي. نعم، إن شانئك هو الأبتر. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم هداية للناس، جعل يبعث الرسل بكتب إلى جميع الملوك، فبعث بكتاب إلى كسرى فمزقه ولم يحترم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزقه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ممزقه وممزق ملكه. فلم يلبث كسرى أن مزق الله ملكه. أما هرقل فإنه حفظ الكتاب وقدره ووضعه في مكان يحفظه فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما هرقل فحفظ الكتاب، يعني أجل الكتاب لإجلاله لمرسله، فإنه حفظ الكتاب فلن يزال الناس يجدون منه قوة ما دام في العيش خير. أيها المسلمون، إن من تأمل في دين النصارى اليوم ونظر في كتابهم المحرف الإنجيل وجد أنه أصلاً لا تعظيم لله ولا للأنبياء أصلاً في كتابهم. الإنجيل الموجود اليوم فيه أن الله صارع يعقوب حتى الفجر، وانتصر يعقوب ولم يستطع الرب أن يتخلص من قبضة يعقوب. وفي الإنجيل أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فتنفس وارتاح في اليوم السابع. وفي الإنجيل الموجود اليوم أن ابنتي لوط عليه السلام سقطاه خمرا، فلما ذهب عقله زنى بهما وحملتا منه. وفي الإنجيل الموجود اليوم أن نوحا شرب الخمر حتى سكر فجعل ولده يعبث به. وفي الإنجيل الموجود اليوم أن الله أمر نبيه إشعياء أن يمشي عاريا ثلاثة أيام، أو قال ثلاث سنين، وكانت بنو إسرائيل تقتل أنبياءهم وتشرب الخمر في كسر من جماجمهم. واليوم بعد انتشار الإسلام وإقبال الناس إليه، أصبح الناس من كل مكان يدخلون في دين الله أفواجا، فحقدت جموع من الكافرين على الإسلام وأهله، فتارة يتنقصون الإسلام وتعاليمه، وتارة يتنقصون القرآن ويحرقونه، وتارة يستهزئون برسول الإسلام بل برسول الدنيا وهادي البشرية محمد عليه الصلاة والسلام. رسمت الدنمارك استهزاء وسب ولعن قسيسهم الأكبر، فقال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما جاء محمد إلا بالقتل والدمار. وفي هذه الأيام ينبري شرذمة فجرة من فجرة النصارى وفساقهم، فينتجون فيلما يستهزئون فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يصفه بالشذوذ وأنه يجلس فترى امرأة عورته فتعجب بعورته وتطلب الزواج منه، وأنه يعبث بالنساء، وأنه يشرب الخمر. يمثلون النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الحال، وجمعوا فساقا يمثلون أدوار الصحابة، دور أبي بكر، دور بلال، ودور عمر، ودور صحابة كرام، بل دور أمهات المؤمنين في تمثيل سمج مستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يظهرونه خفيف العقل شاذا في شرذمة لا تستحق أن يجلس معهم.
ولا ريب أن من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماءهم وأخذ أموالهم. إنه ليس استهزاء بشخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، إن الذي فعله أولئك هو استهزاء بنا جميعا، استهزاء بالمسلمين، إنه استهزاء بقائدنا الذي نقتدي به في أقوالنا وأفعالنا، ونسمي عليه أبناءنا، ونتنافس في معرفة قصصه وأخباره، ونعلق اسمه في مجالسنا، ونطبع الكتب في سيرته. هو الذي هدانا الله به إلى الصراط المستقيم وعلمنا الدين القويم، فلا نرضى أبدا أن ينبري فجار بكل استخفاف ويضعون ديننا ومشاعرنا وغيرتنا، لا نرضى أبدا أن يوضع ذلك تحت أقدامهم، لا نرضى أبدا أن يتغوطون على كرامتنا ولا يبولون على شرفنا، لا نرضى أبدا أن يستخفوا بديننا ولا بكرامتنا. أين السياسيون والحكام؟ أين العلماء؟ أين المحاكم؟ لا نرضى والله أن يبقى أولئك وهم آمنون مطمئنين والفيلم يعرض في قنواتهم وفي دور السينما وفي مواقع الإنترنت، لا نرضى أبدا. بل نثور ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحق جماجمنا، أيطيب نوم أو يلذ لمسلم عيش وعرض الهاشمي مباح، لعبت به بين الأنام أصابع فلهن فيه مسرح ومراح. يا مسلمون كفاكم نوما فقد صاح النذير وصرح الإصباح، أو ما كفاكم أنهم قد دنسوا علنا مصاحف حشوهن فلاح، واليوم صالوا صولة همجية هزءا بمن هو للهدى مفتاح. تالله تالله لن يصلوا إليك بكيدهم، ما للكلاب سوى النباح سلاح. يا خير من وطئ الحصى وأجل من برأ الإله ومن هداه صلاح، يا من تكل عن الوفاء بحقه درر البديع وتعجز الأمداح، يا قرة العينين يا برد الحشى يا من تزاح بوجهه الأتراح، إنا كذلك لا نزال على الذي ترضى وإن مكر العداة وصاح، نحن الفداء وكل ذلك عندنا المال والمهجات والأرواح، ستحطم الطاغوت خيلك عاجلا وتهب للنصر المبين رياح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ومن باب العدل أقول قد سمعنا أصواتا عادلة من كهنة وقساوسة النصارى المعاصرين ينكرون الاستهزاء بالأنبياء ويخطئون ما فعله الشرذمة الجاهلة الحاقدة، ونحن إذ نشكر لهم عدلهم وإنصافهم فإننا نطالبهم أن يرفعوا الصوت بذلك ببرامج إعلامية وفتاوى في أبناء دينهم الذين تنقصوا الأنبياء ويصدروا البيانات الواضحة في ذلك ويتبرأوا صراحة. وأنا أعلم يقينا أن جموعا من عامة النصارى بينهم وبين المسلمين قرابة، يسلم الولد وأبوه يبقى على النصرانية، أو مسلم متزوج النصرانية. أنا أعلم يقينا أن كثيرا من النصارى سواء من نصارى العرب أو من غيرهم هم يحترمون الإسلام ويجلون نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتبعوه لكنهم يجلونه ويحترمونه ويحترمون شعائر المسلمين. أنا أجزم أن أكثر عامة النصارى لا يرضون ما فعلت تلك الشرذمة السمجة المستهزئة برسولنا صلى الله عليه وسلم. وليعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضره استهزاء من استهزأ به، لا يضره سخرية من تنقصه. إنا كفيناك المستهزئين. أيها المسلمون، ليس الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه ويتنقصه أو يتنقص زوجاته ليسوا هم فقط أولئك النصارى، كلا، بل هم قرأوا ذلك في كتب الرافضة. كتب الرافضة والشيعة مليئة بالقول بأن ولاية علي أعظم من ولاية النبي، ويزعمون أن رسول الله كان يدخل على فاطمة ويضع وجهه بين ثدييها وينام،
وأن مرتبة الأنبياء فوق وأن مرتبة الأئمة فوق مرتبة الأنبياء والملائكة، وأن القمر إنما انشق تعظيما لعلي، وأن الملائكة اختلفت، وأن الملائكة اختلفت. فلما قيل لها تتحاكمين إلى من؟ لم تتحاكم إلى نبي، وإنما تحاكمت إلى علي. وأن نوحا كاد أن يغرق فتوسل بأسماء الأئمة فنجا، وأن إبراهيم نجا من النار بفضل الأئمة الاثني عشر، وأن موسى شق له البحر لما دعا بأسماء الأئمة الاثني عشر، وأن الله أمر موسى وعيسى بالخضوع لعلي رضي الله تعالى عن سيدنا علي، رضي الله عن علي، عن أبي الحسن، عن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم وأشرف وأتقى من أن يرضى بمثل هذا الغلو فيه. من أعظم الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم القدح في زوجاته، واتهام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة، القدح في صحابته، القدح في صاحبه وصهره أبي بكر، وفي صاحبه وصهره عمر، وفي صاحبه وصهره عثمان، القدح في من تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام أنس، القدح في من كان يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة. هذا قدح عظيم، ولا يقل عن فجور أولئك النصارى الذين استهزأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعلي قدره، وأن يجل مكانه. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما هو الموقف أمام مثل هذه الأحداث التي تقع؟ نحن متيقنون أنها لا تضر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يقفل الباب على أمثال أولئك. رسومات، مسرحيات، بعد ذلك تصبح أفلام، ولا ندري ما الذي يحصل بعد ذلك. ينبغي علينا أن نتنبه إلى أمور. أولاً، العلم والمعرفة أن الله تعالى حافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومبقيها. وإذا كنا محبين فعلاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نتعلم سنته، أن نحفظ سيرته، أن نعرف صفاته الخلقية والخلقية، وأن نقرأ شمائله وسجاياه صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نحبه، لا بد أن نحب آل بيته، ونحب زوجاته وذريته. وهذا من محبتنا له صلى الله عليه وسلم، أن نعرف مكانة آل بيته ومكانة أصحابه. ومن ذلك تربية أبنائنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نؤلف في ذلك وننشر الكتب. وإذا كان المرء قادراً فليدعم الجمعيات التي تقوم على ذلك، وليشتري برامج أو ساعات للبث في قنوات عالمية يبث فيها شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدارس ينبغي أن تقام فيها معارض لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكشف الشبهات التي يلقيها أمثال هؤلاء الفجرة، أن تنشأ لجان في كل مكتب دعوة وفي غيره، لأجل أن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف الناس به، وأن يتولى الناس من خلال كل وسائل الإعلام، من خلال الإنترنت ومن خلال غيره، أن يتولى الناس نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل اللغات، وأن ينشروا محاسنه عليه الصلاة والسلام من كل سبيل يستطيعون السلوك من خلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار: اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين.
اللهم اهدي اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء او اراد نبينا صلى الله عليه وسلم بتنقص واستهزاء، اللهم فارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اجعله ايه، اللهم اجعله ايه، اللهم اجعله ايه، اللهم اجعله ايه. اللهم من تنقص نبينا صلى الله عليه وسلم فاجعله ايه، اجعله ايه للمعتبرين ومضربا للمثل للناس اجمعين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اجز خير الجزاء كل من ثار وانتصر لنبينا صلى الله عليه وسلم من رؤساء دول بيضوا وجوهنا وانتصروا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن علماء ومن غيرهم، اللهم اجزهم خير الجزاء، وثبت ملكهم، وارفع قدرهم، وأبعد الشر والدنس.